السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 52 من كتاب في رحاب اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي الطبعة الجديدة. درسنا اليوم هو درس الصرف والتحويل، تصريف الفعل الناقص. تصريف الفعل الناقص، الفعل الناقص هو من الأفعال المعتلة ومعتل الآخر، يعني آخر حرف فيه معتل. مثلا فالفعل فاؤه، يعني الحرف الأول صحيحة، عينه صحيحة، ولامه معتلة، يعني الحرف الأخير هو المعتل. أقرأ النص. المواطن يحمل حب وطنه في قلبه وعقله ويحن إليه، وهذا الحب أمر طبيعي في كل إنسان وحيوان. فنحن نرى بعض الحيوانات تحن إلى أوطانها كما تحن الطيور إلى أوكارها. ألاحظ وأقرأ الشواهد. شواهد من النص: نحن نرى، يعني الفعل هذا هو في الأصل أرى. نحن نرى بعض الحيوانات تحن إلى أوطانها. شواهد خارج النص: دعا، مثلا فعل دعا وفعل ناقص، دعوت، أدعو، فعل أمر، أدعون، ادعي، أدعو، رمى، رميت، ارمي، سما، سموت، سمو، ثم تريان، يرون، ترين، فعل رأى، ترى، تريان، يرون، ترين. أقرأ الشواهد وأحللها: أدعون، مثلا أنتم أدعون إلى الخير، دعا، هو دعا إلى الخير، سما، هو سما في الأفق، يعني سماعا عن الأشياء السيئة، سموا وعلوا، يعني رفعة. ادعي، أنت ادعي إلى الخير، مثلا أنت أدعو إلى الخير، أنت سموت، يعني ارتفعت. لاحظوا سما كيفاش كتولي. ادعو، انتم ادعو، انت دعوت، واضح، انا دعوت، انت دعوت، هي دعت، هم سموا، هم سموا. نشوفوا الفعل رمى. رمى، هو رمى. أنت رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت ارمي، ارمي الكرة مثلا. كتلاحظوا بأن الألف مقصورة تحذف في في الأمر. مثلا هنا أدعو، كتحيد الألف، يعني الفعل الناقص كتحيد اللام ديال الفعل، وهنا ارمي كتحيد ديك الياء. انت ارمي، هذا هنا ارى، فعل ارى، انا ارى، انت ترى، انتما تريان، هم يرون، انتن ترين، ترين. لاحظوا الان ادرج الشواهد في الجدول. تصريف فعل دعا في الماضي مع المفرد ثم المثنى ثم الجمع، في المتكلم، المخاطب، المخاطبة، الغائب، الغائبة. سنقول دعوت أنا، دعوت أنا، مفرد متكلم، مخاطب أنت، أنت دعوت، مخاطبة أنت، يعني أنت، أنت دعوت، الغائب ما هو، هو دعا،
هي دعت، المثنى سنقول دعونا، دعونا، أنتما دعوتما، أنتما دعوتما. تا بالنسبة لا بالنسبة للأولاد ولا بالنسبة للبنات، أنتما عاود دعوتما، سواء كانوا بنات أو أولاد. الغائب هم دعوا، الغائبة هن دعتا. واضح؟ هنا ندوزو للجمع. هنا هما، عفوا، هما دعوا، وهنا هما دعتا، يعني اذا كانوا جوج ولاد ولا جوج بنات، لان كنا في المثنى ماشي في الجمع. بالنسبه للجمع المتكلم، نحن دعونا، انتم دعوتم، المخاطبه انتن دعوتن، هم دعوهن دعونا. واضح؟ نمر الآن تصريف فعل دعا في الأمر، المخاطب والمخاطبة. أنت أدعو، يعني ممكن يكون كان أمره بالدعوة. أنت أدعو، أنت ادعي. تلاحظوا بأن الألف مشات، هنا الألف بقات. أنتم أدعو، أنتما ادعوا، انتما مثنى ادعوا، انتما مثنى مؤنث ادعوا، نفس الشيء. انتم ادعوا، وهنا انتن ادعونا. هنا تصريف فعل ارى في المضارع، المفرد ارى، ترى انت، انا ارى، انت ترى، انت ترين، هو يرى، هي ترى. المثنى نحن نرى، أنتما تريان، أنتما لكانوا جوج بنات، أنتما تريان أيضا، هما يريان، أو هما جوج بنات تاني تريان. هنا الجمع نحن نرى، أنتم جمع، أنتم ترون، أنتن جمع النساء، أنتن ترين، هم يرون، وهن يرين. واضح؟ نمر الآن أشارك شفهيا أو على لوحتي في إنجاز التطبيق. أحول الفعلين المعتلين دنا ورما في الماضي والمضارع والأمر مع ضمائر الخطاب والغائب، مع ضمائر الخطاب والغائب. كما كتلاحظوا عندنا هنايا، مثلا هنا فعل دنا وفعل رمى في الأمر. أدنو، إدني في المثنى، أدنو، أدنو، نفس الشيء في الجمع، أدنو، أدنونا، هذا فعل دنا. نشوفوا رمى، إرمي، إرمي، إرميا، إرميا في المثنى، أرمو، إرمينا، فيش في الجمع. بالنسبة للماضي دنا، دنوت، دنوتي، المثنى بالنسبة للمخاطب، دنوتما، دنوتما، دنوتم، دنوتن، دنوتم بالنسبة للجمع، دنوتن. نفس الغائب، دنا هو، هي دنت، هما دنوا، هما دنتا، دنتا. واضح؟ دنتا، هم دنوا، هن دنونا. واضح؟ نتابع. فعل رمى في الماضي بالنسبة للمخاطب، رميت، أنت رميت، رميتي، أنت رميتي، رميتما، أنتما رميتما، أنتما رميتما. هنا أنتم رميتم، أنتن رميتن. بالنسبة للغائب،
رمى، رمت، هو رمى، هي رمت، هما رميا، هما رمتا، هم رموا، هن رمينا. بالنسبة فعل رمى في الماضي، نمر لرمى في المضارع. رمى في المضارع نقول أنت ترمي، أنت ترمينا، أنتما ترمياني، أنتما ترمياني، أنتم ترمون، أنتن ترمين. غائب، هو يرمي، هي ترمي، هما يرميان، هما ترميان، هم يرمون، هن يرمين. واضح؟ نمر الآن لفعل دنا في المضارع. فعل دنا في المضارع نقول المخاطب أنت تدنو، يعني تقترب، أنت تدنين، أنتما تدنوان، أنتما بالنسبة للبنات تدنوان، أنتم تدنون، أنتن تدنون. هنا بالنسبة للغائب هو يدنو، يعني يقترب، هي تدنو، هما يدنوان، هما تدنوان، هم يدنون، هن تدنين، يعني تقتربن. واضح؟ وهكذا أكملنا التمارين ديال الصفحة 52. صرف وتحويل، تصريف الفعل الناقص. إلى اللقاء.